الآن بما استحق الخشوع أن يبذل بالمصلي درجة الفلاح والنجاح والسعادة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ماذا؟ خاشعون. كيف يستحق الخشوع؟ كيف نتمثل الخشوع في صلواتنا حتى تتحقق لنا هذه الغاية، حتى نسعد في دنيانا ونفرح في آخرتنا؟ سأذكر بعض المعاني التي يحتاج إليها كل واحد منا، وهي معاني يسيرة مقدور عليها تبلغنا بفضل الله تبارك وتعالى وحده درجة الخاشعين في الصلاة. سأذكر منها ما يتسع له الوقت بمشيئة الله تبارك وتعالى. الأمر الأول، الخشوع، الصلاة حينما نصلي بين يدي الله تبارك وتعالى، فإن الخشوع أن يقول في نفسه: يا رب أنا دعوتني فأجبت، شرفتني بالنداء فلبيت دعوتك، ها أنا أقف بين يديك متشرفا بما أكرمتني به وتفضلت به عليك. لو أن عظيما في حرمات الدنيا دعاك إلى ولايتك، ألا تفتخر بذلك؟ ألا تبادر وتبكر إلى أن تكون قبل الموعد حيث دعاك؟ فكيف بذلك المنكر؟ كيف بدعوة الجلال والإكرام؟ كيف بالله حي على الصلاة حي على الفلاح؟ وما استجبت لله إلا بتوفيق منه الرب. فحينما تقف بين يديك فاحمد الله تبارك وتعالى بالهداك واصطفاك وغفرك ووفقك إلى أن تلبي هذا النداء وتستجيب لهذه الدعوة وتقف بين يدي ربك وفلاك فقل يا رب ها أنا العبد الذليل الراغب فيما عندك الخائف من وعيدك أقف بيني، فلا تحرمني من الصلاة. أقول ذلك في نفسك وأنت واقف في هذا الموضع في الصلاة. هذا سيعينك على استحضار معنى الخشوع في الصلاة. واضح هذا؟ واضح يا رب؟ واضح. طيب الأمر الثاني، هل الصلاة فيها ما يطلب النفوس؟ هل فيها أمر صعب؟ هل فيها أمر عسير؟ هل فيها ما يخيف؟ ليس فيها شيء من ذلك. تذكر أن الصلاة أمام الخائفين، أن صلاتك طمأنينة لك، سكون لقلبك، انشراح بصدرك، هي في داخلها كذلك. فحينما تقف في صلاتك تذكر ان هذه الصلاه التي تؤديها لمفرح والطمأنينه والسكون والامن والامان. هل فينا احد مستغني عن الامن والامان؟ هل فينا احد مستغني عن الشعور بمعنى طمأنينة وسكون القلب وانشراح الصدر؟ ونحن نخوض غمار هذه الحياة ونواجه لهواها وصراعاتها وكل ما نواجهه فيها، ليس فينا أحد قال من ذلك. لكن الصلاة لك أن الصلاة بذاتها نفعت بالسكون، جعلها الله تبارك وتعالى كذلك. أودع الله عز وجل في هذه الصلاة، في هذه الشعيرة التي تؤديها، أودع فيها هذه المعاني والأسرار فلا تخرج
أمن وأمان وسكون وطمأنينة، وأنك محتاج إلى ذلك